كم فترة الصائم هذا العام؟ هل يمكن دفع كفارة الصوم للمال بدلا من الطعام؟ من فاته الصوم، من عجز عنه لكبر أو مرض مزمن لا يرجى له بر، ففدية طعام مسكين. كان أنس رضي الله عنه يجمع المساكين ويطعم الطعام الخبز واللحم والإدام بعدد الأيام التي أفطرها عندما كبر سنه وعجز عن الصوم. هذا بديل مشروع، وأن تقدم وجبة جاهزة أو أن تقدم نصف صاع من طعام، كيل ونصف من الأرز أو الزبيب أو التمر يعني أو نحوي، أو قيمة ذلك مالا بحسب الأحوال عند من يجيزون إخراج المال بدلا من الطعام إذا رؤي أنه أصلح للفقير وأنفع له وأقوم بمصالحه. التقدير عند من يجيزون القيمة من 10 إلى 15 دولار تقريبا، لأن أنت لو ذهبت عشان تأخذ وجبة في أي محل من الأطعمة العامة ستطالب بهذه الكمية تقريبا من 10 إلى 15 دولار، ربما تصل إلى 20 عند بعض الناس، فالأمر يتراوح بين هذا وذاك في هذه الحدود.